Dios. Under the name of Almighty Allah, we start, ladies and gentlemen, with you. And here is at the lead from the early stages. As we are watching in the lead, here is Shaheen going in front or in the lead right now. Here is up the lead. Shaheen is running in front with three lengths clear. And then in the second place, here is, as we see, number two. Here is from the outside for Misfit bin Jibran, bin Rashid bin Hadi is running in the second place. And in third, a flash of red silks is running out wide as they start to accelerate at the first early stages. In the lead, till now with a massive speed in front, number 23, having a really fast pace at the early stages. Here is, ladies and gentlemen, in front, Shaheen, going really fast in these stages, in the second place from the out wide and the outside stages. Here is Mubed, is just chasing after the leader. They are making a really great positions. They take the permanent position as the trainers and the handlers are waiting for the final results. I give the mic back to my colleague to talk more in Arabic. Good luck. شكرا للزميل فارس العتيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم أجمل تحية من هنا من ميدان الطائف وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة الرياضية السعودية والقنوات المصاحبة لقناة الرياضية السعودية، قناة ياس، قناة دبي ريسنج، قناة الصحراء، قناة المرقاب. نرحب بالجميع في هذا المهرجان، مهرجان سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد حفظه الله ورعاه. نرحب بضيوف الكرام، نرحب بسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبو ظبي. مرحبا بالجميع، مرحبا بالأمراء، مرحبا بأصحاب السمو الشيوخ، مرحبا بالمشاهدين الأعزاء. ها هي انطلاقة الشوط، شوط الزمول، شوط الزمول المفتوح، وجائزة هذا الشوط للمركز الأول بندقية، بالإضافة إلى البندقية مليون ريال سعودي ينتظر الفائز بالمركز الأول. نسير بكم مع المقدمة، نسير مع شعار هجن الرياسة على مقدمة هذا الشوط. ورا الآن اللي في المركز الأول، اللي في المركز الأول لهجن الرياسة بقيادة المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. هجن الرياسة الذي تعود ملكيته لدولة الإمارات العربية المتحدة. نشوف اللي في المركز الثاني، المركز الثاني مبعد ايضا لهجن الرياسة بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي. ننتقل واياكم الى المركز الثالث، وفي المركز الثالث شاهين لهجن ند الشبا الذي تعود ملكية هجن الشبا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر سعيد بن سالم. ننتقل الى المركز الرابع، وفي المركز الرابع طويق لهجن النايفات بقيادة المضمر فهيد بن بيشان العجمي. نشوف وناخذ اللي في المركز الخامس، ناخذ اللي في المركز الخامس، المركز الخامس لهجن الرياسة بقيادة المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. نرجع إلى المركز الأول، نشوف اللي في المركز الأول هجن الرياسة على مقدمة هذا الشوط. اسكندر على المقدمة، ولا غزوان لهجن الرياسة الذي تابع لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة المضمر المجازف الذي يجازف تحت ظل هذا الشعار، شعار هجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. نشوف اللي في المركز الثاني مبعد ابعاد ولا قريب لمراد الفوز، لمراد السلامات. يا سلام لمراد المشاركة في هذا المهرجان الغالي، مهرجان سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد حفظه الله ورعاه. نشوف هجن الرياسة تسيطر على المقدمة، على المركز الأول، المركز الثاني، المركز الثالث.
حفظ هجنة الشبه خادمة أيضا من دولة الإمارات العربية المتحدة من دانة الدنيا دبي. ها هي هجنة الشبه بقيادة أحد الشباب المضمرين سعيد بن سالم يتولى التضمير والتدريب لدى شاهين. ناخذ اللي في المركز الرابع، المركز الرابع اسكندر على المركز الرابع لهجن الرياسة بقيادة المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. وفي المركز الخامس برق، برق لهجن البشاير الذي تعود ملكية هجن البشاير لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد. مرحبا بأهل السلطنة، مرحبا بالجميع هنا في المملكة العربية السعودية، مرحبا بهم، مرحبا بالأمراء، مرحبا بأصحاب السمو والشيوخ، مرحبا بالجميع. نرجع إلى المقدمة، نرجع إلى مقدمة هذا الشوط وغزوان. غزوان لا زال غازي على المركز الأول لهجن الرياسة الذي تعود ملكية هجن الرياسة لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة المضمر المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. مبعد على المركز الثاني لهجن الرياسة بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي. شاهين على المركز الثالث لهجن ند الشبه بقيادة المضمر سعيد بن سالم. نشوف المركز الرابع، المركز الرابع اسكندر على المركز الرابع لهجن الرياسة بقيادة المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. وفي المركز الخامس برق في المركز الخامس لهجن البشاير، هجن البشاير بقيادة المضمر عبد الله بن طويرش الوهيبي. هذه النتيجة، هذه النتيجة حتى هذه اللحظات. ونرجع، نرجع إلى المقدمة، نرجع إلى البندقية، نرجع إلى غزوان. غزوان على المقدمة. يا سلام يا غزوان، يا سلام يا غزوان، لكن قدوم، قدوم قوي من هجن ند الشبه الذي تعود ملكية هجن الشبه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر سعيد بن سالم. اسكندر على المركز الثالث لهجن الرياسة بقيادة المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. وفي المركز الرابع نجد قادم بقوة، أول ندى النجد لهجن هجاد ولا نجد هجاد على المركز الرابع. هجاد وصل إلى المركز الرابع لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن عبد بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود بقيادة المضمر فهد، بقيادة المضمر. ورقة فهم مثل السيوف المهدي. نشوف المركز الخامس، ناخذ اللي في المركز الخامس، اللي في المركز الخامس في هذه اللحظات. أرى الآن اللي في المركز الخامس لهجن الرياسة بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي. نرجع إلى المقدمة، نرجع إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام على هذا المنظر، المنظر الحلو الجميل. الآن التسلل على مقدمة هذا الشوط، جاد يغير إلى مقدمة هذا الشوط لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. يغير إلى مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات. وفي المركز الثاني ناخذ اللي في المركز الثاني، أرى هجن الرياسة قادمة بقوة على المركز الثاني. شاهين لهجن الرياسة بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي. وفي المركز الثالث غزوان على المركز الثالث لهجن الرياسة بقيادة المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. وفي المركز الخامس شاهين لهجن الند الشبه بقيادة المضمر سعيد بن سالم. نرجع إلى المقدمة، نرجع إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام هجاد، هجاد على المقدمة لا زال يسطر حروف من ذهب في هذا اليوم، في هذا اليوم. ها
وهو هجاد على مقدمة هذا الشوط. هجاد على المقدمة يسيطر على المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن عبد العزيز بقيادة المضمر سعد بن طالب بن شريم المري. يا سلام، هذا الشعار سبق أن رأيناه على ظهر بسم الله عليك في دولة الإمارات في ميدان الدشبة، خطف الكاس واليوم يبقى يخطف البندقية. يا سلام، هجاد على المقدمة، هجاد لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود بقيادة المضمر سعد بن طالب بن شريم المري. هجن الرياسة غادمة مع أرى مبعد ولا شاهين يتسلل. أحمر خطر مر وعبر كله خطر بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي. يا سلام، اسكندر واصل على المركز الثاني أيضا لهجن الرياسة بقيادة المضمر محمد بن عتيج بن زيتون الميري. سلام يا دولة الإمارات، تهانينا لمالك هجن الرياسة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. تهانينا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي حفظه الله ورعاه. تهانينا على هذا الأداء، تهانينا لشعب دولة الإمارات على أداء هجن الرياسة. تنتزع البندقية، تنتزع الهاتريك في هذا المساء وفي هذا المهرجان الغالي. يا سلام على هذا المنظر الحلو الجميل، هذه الشعارات التي توافدت هنا على المملكة. ولكن هنا زميلي فارس العتيبي ينتظر أيضا بالتعليق باللغة الإنجليزية والتوقيت الزمني ساعة وصول شاهين إلى خط النهاية. والكلمة لك يا فارس يا العتيبي. Thank you so much. Such an incredible performance by Shaheen for Ar-Riyasa. Congratulations for our brothers in the United Arab Emirates for this amazing performance. Shaheen made the glory, made the rifle and a 1 million purse. An incredible performance. And the trainer is Ali Mayil Al-Wahabi. That was a really great performance. He took the lead at the last. Approximately 300 meters left to go was for the end of the race. And he done it in a really great performance. Such a big heart, such a courage stallion had done it in a really great performance. And then the second place, as we see, the rest of the camels. The stallions just win. And then the second place is number 11, Iskander for Ar-Riyasa also. And in the third place, number 14, Hamloul. And in the third place, it was Hamloul. In the third place, number one, it was Naif. And for the trainer, Bendel El-Hajri. We'll be right back.